القدس إلى واحد. أمين. نجيب النهاردة من بشارة معلمنا مالي متى الإصحاح السادس. وربنا النهاردة بيبعت لنا رسالة للكنيسة ترتب في رعايتها النهاردة مع آخر حفلة الفطار، وبكرة تبتدي الصيام. كل سنة وأنتم طيبين. بيبعت لنا ثلاث أمور مهمة ذكرت كده على سماعنا في رعايات النهاردة في متى ستة، ودول يعتبروا من الأعمدة في عبادتنا جوه الكنيسة وفي تعاملاتنا بينا وبين بعض مع ربنا. صدقة وصلاة وصوم، سموها بقى كده ثلاثة صدقة. صدقة وصلاة وصوم. بيقولوا كده الآباء، يقول لك لو أنت حبيت تقدم صوم بس ما فيهوش صلاة يبقى صوم مش مقبول. ونفس الوقت لو حبيت تقدم صوم من غير رحمة أو صدقة يبقى عامل نوع من أنواع زي الصوم البخل، كأنك بتبخل على نفسك كأنك بتقصوا على نفسك، لكن برضه يبقى بلا فايدة. وأخيرا لو حبيت تقدم صوم لكن ما فيهوش توبة وندم هيبقى نوع من أنواع النفاق، بتضحك على نفسك أو بتفتكر إن أنت تكون بتضحك على ربنا. عشان كده ذكر على ما سمعنا التلاتة في الإنجيل. ابتدى الإنجيل يوضح لنا إيه هو مفهوم الصدقة، وإيه هو مفهوم الصوم، وإيه هو مفهوم الصلاة من خلال وجهة نظر ربنا. بيقول كده مثلا ابتدى لما حب يتكلم عن الصدقة قال احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. طب يا رب نعمل إيه؟ خلاصة الموضوع يقول لك كده، لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك على نيتك. يبقى أول حاجة أو أهم حاجة إن أنت تكون لما بتحب تعمل صدقتك تعملها فين؟ في الخفاء. برضه نفس الفكرة كررها لما حد يتكلم عن الصلاة، قعد يتكلم عن الصلاة بشوية مواضع، لكن برضه ختم بأهم حاجة ويقول لك كده إيه؟ ادخل إلى مخدعك، اغلق بابك، وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيتك. يبقى تاني مرة بتتكلم أو بتتكرر على ما سمعنا كلمة الخفاء. حتى الصوم، أما أنت فماذا صمت فظهر رأسك واغسل وجهك لكي تظهر للناس صائما، لكي لا تظهر للناس صائما بل أبيك الذي وأبوك الذي في الخفاء هو يجازيك على نيتك. خلونا النهارده نطلع بمبدأ مهم في حياتنا مع طاية الصوم، وهي فضيلة مهمة جدا، هي فضيلة الخفاء. فضيلة الخفاء. ويقولوا كده ربنا لما حب يعلمنا الفضيلة دهية قال في أسباب كثيرة. لما أنت تبتدي تحتفظ بالخفاء وتحتفظ بالفضيلة دي هتبتدي تكتسبها. خلونا ناخد يعني ثلاث أربع نقط بسرعة. إيه الميزة إن أنا أستفادها لما أمارس فضيلة الخفاء في كل أعمالي مع ربنا؟ أول حاجة يعني تفيدني لما ابتدي أمارس موضوع الخفاء هي حماية من الذات. الذات دي من أكبر المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه الإنسان في حياته. كتير مننا يحب يفتخر بنفسه، يبتدي يتكلم عن نفسه كتير. مش بس إن هو يتكلم عن نفسه كتير، لا ده يحاول يظهر كل شيء يعمله. كل حاجة بيعملها يبتدي يظهرها، ويا ترى كل تفكيره الناس شايفاني ولا مش شايفاني. فطبيعة الإنسان تحب الكرامة والمديح، دي طبيعة كل البشر، يبحث عن الكرامة ويبحث عن المديح. ودي كانت مشكلة الكتبة والفريسيين، عشان كده كان ربنا دايما بيحاول يظهر لهم ان الموضوع ده مش كويس. الفكرة فين؟ الفكرة في الخفاء. بيقول لك مبدأ مهم جدا في موضوع الخفاء ان انت تقدر تكسر ذاتك. يقولوا كده في نشيد الأرشاد لما ربنا حب يعني يتكلم عن نفس البشرية يقول كده أدخلني الملك إلى حجابي. يعني لما أحب أتكلم معاك لينا إيه؟ أوضة خاصة بينا أنا وأنت نتكلم فيها مع بعض.
وهي دي الطبيعه او هي دي الفكره اللي ربنا بيبقى عايزنا واحنا بنمارس عبادتنا معاه، او احنا بلاش كده ممارسه العباده، فكره في تعاملاتنا معاه تبقى فكره الخفاء على قدر الامكان في كل امور تخص علاقتك مع ربنا. خليها بعيده عن الناس، بعيده عن الناس، وخليها فين؟ في الخفاء. اول حاجه تميز بيها او تديني أفضلية بفكرة الخفاء إن أنا أقدر أكسر ذاتي وإن أنا أبعد عن ذاتي. تاني حاجة يقولوا إن أنت كل ما تبقى بتمارس كل أمورك في الخفاء وخاصة الأمور الروحية اللي في علاقتك مع ربنا تكون مكافئتك عند مين؟ عند ربنا في السماء، مش مكافئتك في الناس. وده سؤال يخلينا يطرح علينا في كل مرة أنا بقوم بعمل وخاصة الأعمال الروحية، أنا عايز المكافأة من مين؟ عايزها من ربنا ولا عايزها من الناس؟ لو عايزها من ربنا يبقى خليها بينك وبين ربنا في الخفاء، لكن لو عايزها من الناس يبقى انت ايه؟ ابتدي تتكلم واحكي وبينها لكل الناس، وساعتها تكون اجرك عند مين؟ عند الناس. ولما نطلع للسماء ما ينفعش نقف نقول ربنا ها المكافأة تحت فين؟ اقول لك معلش مكافأتك خلاص خدتها. يحكوا كده عن الأنبا سرابون أبو طرحة. كلنا نعرفه. ايه ميزه الطرحه؟ الفكره كلها ان هو كان بيطلع في الخفاء يوزع عطايا على كل الناس، عشان الناس ما تشوفوش، عشان مش عايز مديح من الناس، عايز مديح من السماء. كان بيلف نفسه بطرحه، فمن هنا جه اسم الأنبا سرابون أبو طرحه. احنا عايزين المديح ولا عايزين المكافاه من السماء؟ مكافاه من الله. دي تاني فكرة. أول حاجة الخفاء يخلينا نعرف نكسر ذاتنا أو المحاضرين من ذاتنا. كمان الخفاء يقول لك كأن ربنا عايز علينا، يقول لك أنا عايز أنا أديك المكافأة، مش عايز الناس اللي في الأرض هي اللي تديك المكافأة. كمان الخفاء كفضيلة تعلمنا حاجة مهمة جدا، وهي إن إحنا نكسر حب الذات وتعلمنا الاتضاع. حب الذات والاتضاع. ربنا لما بيخلق كل إنسان فينا عمره ما بيخلقه غير بميزه او بيديله نعمه تبقى يقدر يستخدمها في حياته. الميزه او النعمه ده هي كتير ما بتبقى سبب ان احنا نكون ظاهرين قدام الناس، لكن الشاطر اللي بيعرف ايه؟ يخفي النعمه او يخفي البركه ده هي. يحكوا كده بستان الرهبان. احد الاباء الرهبان كان ربنا بيديله نعمه او ميزه ان هو يعرف يعمل الافق السلام بسرعه بسرعه جدا اكتر من كل الاباء الرهبان اللي حواليه. فالاب ده فكر قال دي هتبقى سبب انها ممكن تبقى سبب عصر او سبب حب ظهور ليا وسط الاباء الرهبان، وكل الناس هتبتدي تتكلم ده ابونا ده بيشتغل بسرعه قوي، ده ابونا ده عنده ميزه، ده ابونا ده بيديله نعمه، ده بيديله بركه. فابتدى يفكر ازاي يخفي النعمه دي او الميزه اللي ربنا مديها له. فابتدى لما يجي يعمل السلال ما يعملهاش كامله، يخلي فيها ايد ناصر او ايدين تبقى ناصر، بحيث ان احد الاباء التانيين يكمل الشغل بتاعه. هو عمل الافه دي ولا ما عملهاش؟ عملها. فلما يجوا يتكلموا عليه يقولوا يا ابونا يا ايه الشطاره دي؟ ايه الجمال اللي انت بتعمله؟ ايه السرعه دي؟ يقول لهم انا ما عملتش حاجه، ده لوم ابونا اللي كان بيكمل الوفة ما كانتش الوفة تبقى بالمنظر ده. احنا بنعمل ايه؟ احنا لما بنعمل عمل حتى ولو بنسبة صغيرة وسط عمل كبير، انا اللي عملت وانا اللي خليت. من هنا على فكرة في حتة حب الظهور ده يحب ألمع حتة، يعني انتوا عارفين فكرة البراندات اللي بتظهر في العالم؟ البراندات بتاعت اللبس، الشنط، الحذية والساعات والحاجات دي كلها. اللي بيصنعوا البراندات ده هي قائمة فكرتهم على فكرة حب الظهور. أنا عندي إيه؟ أنا أمتلك إيه؟ فبيلعبوا على الحتة دي. يبقى أول حاجة الخفاء يعلمني إن أنا أكون حذر من الذات. تاني حاجة الخفاء يعلمني إن ربنا عايز هو اللي يكافئني، مش هتكافئ في الأرض. كمان الخفاء يقول لي خد بالك من حب الظهور،
وخليك متعلم للاطلاع. اخر حاجه ودي اتكررت ثلاث مرات على ما سمعنا في انجيل النهارده، ان يقول لك كده ربنا يقول لك لكي يكون اباك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانيه. فربنا يقول لك من جمال الخفاء يقول لك انا عادي، مش معنى ان انت هتكون عندك ميزه ان انا ممكن ما اظهرهاش، لا مش هتروح. كل عمل بيعمله اي حد فينا ويبقى مصر ان هو يعمله في الخفاء ربنا ما بيضيعوش. عارفين الدليل على كده ايه؟ كل الاباء القديسين اللي ما كانوش بيبقوا ظاهرين قدام عينينا، بتلاقي في نهايه حياتهم لازم ربنا يبعت لهم حد عشان يعرف قصتهم وتدريبهم وقانونهم عشان ينقلهولنا نتعلم منه. ده مجازاه ولا مش مجازاه؟ يقولوا كده الانبا بولا عاش حياته كلها بعيد، وكان واحد من السواح العظام، لكن ربنا يبعته مين؟ الانبا انطونيوس عشان يتعرف على قصته ويعرف يوصلها. هكذا في الكتاب المقدس امور كثيره واشخاص كثيره تتكلم مع تتقابل مع السيد المسيح ما يذكرش اسمها، لكن ربنا ما ينساهاش. زي المراه صاحبه الايه؟ الفلسين، كانت بتديهم فين؟ في الخفاء، لكن ربنا يظهرها. كمان المراه الخاطيه في بيت سمعان الفريسي كانت جايه ايه؟ مكسوفه، جايه من ورا السيد المسيح، يعني حتى يعني يقولوا لها بقى كده في تأملهم يقول لك كون انها جايه من ورا اللي معناها ايه؟ عايزه يبقى فيها نوع من انواع الخفاء، مش عايزه تظهر اللي هي بتعمله، وان كان هو ظاهر وربنا يظهره ويقول ايه؟ يخبر بما فعلته في كل وقت. خلاصه قاعده مهمه نبتدي بيها صومنا، كل سنه وانتم طيبين. يا ريت تكون كل امورنا اللي خاصه في علاقتنا بيننا وبين ربنا تكون في الخفاء. من خلال الخفاء هنكون محفوظين من الذات، محفوظين من حب الظهور والكبرياء، وفي النهايه تكون المجازاه لينا في السماء مش في الارض، ولربنا المجد الدائم الابدي.